الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد في المرة الماضية قد قرأنا هذا الدرس الدرس الثاني عنوانه المسلم أخو المسلم رقم الصفحة 14 والآن نقرأ مرة ثم ندخل في التدريبات وأنتم أيضا تقرؤون معي تقرؤون معي الدرس الثاني الدرس الثاني المسلم أخو المسلم حسن طالب جديد يدرس في الجامعة الإسلامية وهو من اليابان يسكن حسن في سكن الجامعة في المهجع الأول الدور الثاني في الغرفة العاشرة يقول حسن يسكن معي في الغرفة علي يسكن معي في الغرفة علي وهو من أمريكا ومحمد وهو من غانا فبلادنا مختلفة والحمد لله نحن إخوة في الإسلام قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم الحديث وقال عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من منكم يقرأ ويجهر من منكم يقرأ بالصوت الجهر يقرأ من هذا يعني تريد ياتي هيا تعال اقرأ بالمايكروفون الدرس الثاني المسلم أخو المسلم حسن طالب جديد حسن طالب جديد يدرس في الجامعة الإسلامية وهو من اليابان يسكن حسن في سكن الجامعة في المهجع الأول الدور الثاني في الغرفة العاشرة يقول حسن يسكن معي في الغرفة علي وهو من أمريكا ومحمد وهو من غانا فبلادنا مختلفة والحمد لله نحن إخوة في الإسلام قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
المسلم أخو المسلم الحديث وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه جزاكم الله خيرا من الثاني سكند من الثاني الذي يريد أن يقرأ الدرس الثاني الدرس الثاني المسلم أخو المسلم المسلم أخو المسلم حسن طالب حسن طالب جديد جديد يدرس في الجامعة الإسلامية وهو من اليابان يسكن حسن في سكن الجامعة في المهج الأول الدور الثاني الدور الثاني في الغرفة العاشرة يقول حسن يسكن معي في الغرفة علي وهو من أمريكا ومحمد وهو من غانا فبلادنا مختلفة والحمد لله نحن إخوة في الإسلام قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم الحديث وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمنون أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أنتم فهمتم هذا الدرس؟ مفهوم هذا الدرس؟ معنى هذا الدرس؟ المسلم أخو المسلم فاهمون؟ حسن طالب جديد new student يدرس study في الجامعة الإسلامية وهو من اليابان جابان يسكن حسن في سكن الجامعة سكن hostel يسكن يقيم يسكن يقيم في سكن الجامعة في المهج الأول first hostel الدور الثاني floor second floor في الغرفة العاشرة room number 10 يقول حسن يسكن معي with me في الغرفة in the room علي وهو من أمريكا يتعلق بأمريكا ومحمد وصاحبه الثاني محمد اسمه محمد وهو من غانا من دولة غانا فبلادنا مختلفة مختلفة أيوة والحمد لله نحن إخوة في الإسلام brothers
قال الله تعالى انما المؤمنون اخوة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم مسلم الحديث وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن الايمان لا يكون مؤمنا لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه لاخيه ما يحب لنفسه سيم والان ندخل في التدريبات تدريبات تمرينات يقول صحيح او خطا اجب عن الاسئله الاتيه اجابه كامله اجب عن الاسئله الاتيه اجابه كامله مكمل جواب احسن من اليابان احسن من اليابان نعم نعم هو من اليابان اين غرفه الطلاب اين غرفه الطلاب غرفه الطلاب في سكن الجامعه في المهج الاول الدور الثاني من يسكن مع حسن من يسكن مع حسن يسكن مع حسن علي ومحمد يسكن مع حسن علي ومحمد اين تسكن اين تسكن انت اين تسكن تسكن اين تسكن انت انا اسكن في القريه في قريه تلولي هكذا في مدينه مومباي طيب التدريب الثالث اختر العباره الصحيحه التي تكمل المعنى العباره الصحيحه باراجراف التي تكمل المعنى ثم ضع علامه صحيح امامها فرونت جاء الطلاب الثلاثه جاء الطلاب الثلاثه من اليابان من امريكا صحيح من بلاد مختلفه جاء الطلاب الثلاثه من بلاد مختلفه الثاني يسكن الطلاب الثلاثه في المهجع الاول المهجع الثاني المهجع الثالث في المهجع الاول المسلم للمسلم مثل الاب لابنه الاخ لاخيه الصديق لصديقه المسلم للمسلم مثل الاخ لاخيه الاخ لاخيه لابنه الرابع هات مفرد كل كلمة مما يأتي مفرد بلورال سنجلر هات مفرد واحد مفرد أي واحد كل كلمة لكل كلمة مما يأتي إخوة مفرده أخ واحد إخوة جمع مؤمنون واحد مؤمن مسلمون واحد مسلم مهاجع واحد مهاجع قرأنا الآن المهجع واحد جمعه مهاجع غرف جمع واحد غرفة جمعها غرف يقول استمع ثم ردد استمع ثم ردد استمع المهجع الأول المهجع الثاني المهجع الثالث المهجع الرابع المهجع الخامس
المهجع السادس، المهجع السابع، المهجع الثامن، المهجع الأول، المهجع الثاني، المهجع الثالث، المهجع الرابع، المهجع الخامس، المهجع السادس، المهجع السابع، المهجع الثامن، المهجع هاستل الأول، فاست، سكند، ثرد. الآن الدور، الدور يعني فلور، الدور الأول، الدور الثاني، الدور الثالث، الدور الرابع، الدور الخامس. الدور الأول، الدور الثاني، الدور الثالث، الدور الرابع، الدور الخامس. الغرفة، الغرفة الأولى، الغرفة الثانية، الغرفة الثالثة، الغرفة الرابعة، الغرفة الخامسة. كم غرفة؟ كم غرفة؟ خمسة. كم دور؟ كم دور؟ الدور كم؟ خمس. كم مهجع؟ كم مهجع؟ مهجع؟ أيوة. ولذلك الأولى، الثانية، الثالثة، هكذا. الغرفة الأولى، الغرفة الثانية، الغرفة الثالثة، الغرفة الرابعة، الغرفة الخامسة، الغرفة السادسة، الغرفة السابعة، الغرفة الثامنة، الغرفة التاسعة، الغرفة العاشرة، الغرفة الحادية عشرة، الغرفة الحادية عشرة، الغرفة الحادية عشرة، الغرفة الحادية عشرة، الغرفة الثانية عشرة، الغرفة الثانية عشرة، الحادية عشرة والثانية عشرة كلاهما مبني على الفتح، كلاهما مبنية على الفتح. هذه الألفاظ الحادية عشرة والثانية عشرة دائما تكون على هذه الحال، لا تغيير فيه، تغيير لا يجوز. الحادية عشرة، الثانية عشرة. التدريب السادس، رتب الكلمات لتكون جملة مفيدة. رتب الكلمات الألفاظ، first, second, third، ترتيب، ترتيب الألفاظ، من حيث صارت جملة مفيدة، بحيث صارت جملة، جملة مفيدة تكون له فائدة. أول، في إخوة إسلام نحن، ماذا تكون؟ نحن إخوة في الإسلام، جملة مفيدة، نحن إخوة في الإسلام. في الغرفة أسكن الثامنة، أسكن في الغرفة الثامنة، في الغرفة الثامنة، أسكن في الغرفة الثامنة، أنا أقيم في الغرفة الثامنة.
لنفسي أحب لأخيه ما أحبه. كيف تكون هذه الجملة؟ ترتيب هذه الألفاظ؟ أحب لأخي ما أحب لنفسي. أحب لأخي ما أحب لنفسي. الرابع، أنا في جديد طالب الإسلامية الجامعة. أنا طالب جديد في الجامعة الإسلامية. أنا طالب جديد في الجامعة الإسلامية. بهذه الطريقة تكون هذه الجمل مفيدة، تكون هذه الجمل مفيدة. إخوان، ندخل في الدرس القادم أو نقرأ غدا؟ نبدأ الدرس الجديد الآن؟ ماذا تقول؟ نبدأ؟ طيب، الوحدة الثالثة، الدرس الأول، اقرأوا معي. الدرس الأول إلى شعبة تعليم اللغة العربية. الحوار علي وحسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خالد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسن، هيا بنا إلى شعبة تعليم اللغة العربية. هيا بنا إلى شعبة تعليم اللغة العربية. خالد، طيب، خالد، أنحن في فصل واحد؟ علي، نعم، وهو المستوى الأول. حسن، الحمد لله، نحن في الجامعة الإسلامية. خالد، والحمد لله، والحمد لله كثيرا، نحن في المدينة المنورة. علي، هيا بنا. من منكم يقرأ؟ نقرأ مرات حتى نفهم بالقراءة، ثم وضح إن شاء الله معنى هذه الكلمة. ننظر في هذه الكلمات بدقة النظر. نقرأ مرات يأتي المعنى من نفسه. هيا بنا، هيا بنا نمشي، هيا بنا نمشي. Let's go. Let's go. بنا جمع متكلم. Let's go. الدرس الأول إلى شعبة تعليم اللغة العربية. الحوار علي وحسن. تعرفون معنى الحوار؟ نحن درسنا في السابق الحوار، conversation، المحادثة، التكلم بين اثنين أو أكثر. علي وحسن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خالد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسن، هيا بنا إلى شعبة تعليم اللغة العربية. خالد، أنحن في فصل واحد؟ علي، نعم،
وهو المستوى الأول. حسن الحمد لله نحن في الجامعة الإسلامية. خالد والحمد لله كثيرا نحن في المدينة المنورة. علي هيا بنا. من من ايش؟ فصل كلاس. من منكم يكون علي ومن منكم يكون خالد حتى يكون هذا الحوار امامنا. ياتي اثنان منكم ويقدمان لنا هذا الحوار. احد منكم يكون علي وحسن معا، واحد منكم يكون خالد ويتكلم بهذه الطريقة. أنت حسن ومع علي، يعني أنت علي وحسن، هناك علي وحسن، إذا تكلم علي يعني تكلمت أنت. طيب ومن خالد؟ طيب أنت خالد، تكلم. گفتگو کا خلاصہ مطلب سمجھ میں آیا؟ علی و حسن آئے، خالد آئے، دونوں سلام کلام کیے تینوں، ایک طرف سے علی اور حسن نے سلام کہا، دوسری طرف سے خالد نے جواب دیا. پھر حسن کہہ رہا حیا بنا الى شعبۃ تعلیم اللغۃ العربیہ، چلو ہم تعلیم عربی زبان کے شعبے کی طرف جائیں، وہاں چلتے ہیں. خالد کہتا نحن فی فصل واحد، کیا ہم سب ایک ہی کلاس میں ہیں؟ خالد ملا تو کہہ رہے ہیں چلو ہم چلتے ہیں شعبۂ تعلیم لغت عربیہ کی طرف، تو کہہ رہے ہیں کیا ہم سب ایک ہی کلاس میں ہیں؟ تو علی جواب دیتے ہیں ہاں ہم وہ اول مستوی الاول، کیا ایک ہی کلاس میں اور وہ مستوی اول ہے کہ پہلے ہی مستوی میں ہم ہیں. پھر حسن کہتے ہیں الحمدللہ نحن فی الجامعہ، یہ تمام تعریف اللہ کے لیے، ہم جامعہ اسلامیہ میں اس میں پڑھتے ہیں. اور خالد اس پر کہتے ہیں کہ الحمدللہ کثیرا، کہ اللہ کی بہت ہی تعریف کہ ہم مدینہ منورہ میں. علی پھر کہتے ہیں حیا بنا، چلو چلتے ہیں، چلو چلتے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں لیٹس گو، چلتے ہیں. تو وہی گفتگو ہے یہاں پر. هذا الدرس مفهوم واضح؟ طيب من منكم يريد التكلم بهذه الكلمات؟ طيب أنت حسن وعلي، علي وحسن أنت، ومن خالد؟ طيب تعال أنت خالد، تعالوا هنا أمام الكاميرا، الناس يريدون أن ينظروا إليكم. وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیا بنا الى شعبۃ تعلیمۃ اللغۃ العربیہ. نحن فی فصل الواحد. نعم وهو المستوى الاول. الحمد للہ نحن فی جامعۃ الاسلامیہ.
والحمد لله كثيرا. نحن في المدينة المنورة. حيا بنا. هكذا تكون المحادثة بيننا باللغة العربية. الحوار سهل جدا. الحوار باللغة العربية سهل جدا. التكلم باللغة العربية سهل جدا. إذا أنتم تريدون تتكلمون، أنتم تتكلمون بينكم، يكون سهلا جدا. مثل هكذا: السلام والسلام، من أين أنت؟ أنا من كينيا، من فلان. أين تسكن؟ ماذا تدرس؟ ماذا تعمل؟ ماذا عندك وظيفة؟ جوب. عندك بيت أم لا؟ عندك زوجة أم لا؟ عندك ابن أم لا؟ هكذا كلمات مختصرة، تكلم بهذه الكلمات يكون الحوار المحادثة سهلا جدا إن شاء الله العزيز. نكمل هذا الدرس التدريبات أم نترك؟ التدريبات. أجب عن الأسئلة الآتية. الأسئلة سؤال جمعه أسئلة، إجابة كاملة. كاملة الكامل، مكمل الجواب الكامل. أجب answer. هل خالد وحسن وعلي في فصل واحد؟ السؤال، ما هو السؤال؟ هل خالد وحسن وعلي في فصل واحد؟ ما هو الجواب؟ نعم، هم في فصل واحد. هم أصلا اسم ضمير للجمع، للجمع المذكر. هؤلاء ثلاثة الجمع كلهم مذكر، ولذلك استعمل اسم الضمير هم. هم في فصل واحد. السؤال الثاني: أين الطلاب الآن؟ أين الطلاب الآن؟ أيوة أين الطلاب الآن؟ أيوة في الحوار، في المحادثة، في in conversation. أين هم؟ في المدينة. هم في الجامعة الإسلامية. هم في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. الطلاب الآن في المدينة المنورة في الجامعة الإسلامية، يكون هكذا الجواب. إلى أين ذهب الطلاب؟ ذهب الطلاب إلى فصله. إلى فصله. إلى أين ذهب الطلاب؟ ذهب الطلاب إلى شعبة تعليم اللغة العربية. إلى شعبة تعليم اللغة العربية. التدريب الثاني: استبدل change كما في المثالين، كما في المثال. استبدل أي change كما في المثال، as an example. هيا بنا إلى الشعبة. هيا بنا إلى الشعبة. الفصل: هيا بنا إلى الفصل. change. وضعنا الشعبة ومع مكانها الفصل. هيا بنا إلى الفصل. الآن استبدل كما في المثال. الجامعة، ماذا نقول؟ هيا بنا إلى الجامعة. هيا بنا إلى الجامعة. المسجد، هيا بنا إلى المسجد. المكتبة، هيا بنا إلى المكتبة. البيت، هيا بنا إلى البيت. المقصف، هيا بنا إلى المقصف. مقصف أظن كانتين. الفصل، الفصل، هيا بنا إلى الفصل. هكذا. أب ممكن، يمكن لنا، يمكننا أن نستخدم هذه الجملة. هيا بنا، هيا بنا، هذه الجملة يمكن لنا أن نستخدم هذه الجملة. هيا بنا إلى المطبخ، هيا بنا إلى المسجد، هيا بنا إلى السيارة. هكذا سهل جدا.
التدريب الثالث كون سؤالا كما في المثالين كون اجعل دو سؤالا سؤالا كما في المثالين مثال فصل واحد أنحن في فصل واحد كما في المثال أنحن في فصل واحد هذا سؤال أنحن في فصل واحد مثل هذا السؤال اجعلوا أنتم مثال ثاني غرفة واحدة أنحن في غرفة واحدة أنحن في غرفة واحدة الآن كون سؤالا كما في المثالين السابقين كما في المثالين السابقين مثل هكذا أنحن في فصل واحد أنحن في غرفة واحدة شارع واحد ماذا نقول شارع واحد أنحن في المثال أنحن في فصل واحد أنحن في غرفة واحدة شارع واحد أنحن في شارع واحد في شارع واحد شارع طريق رود طريق رود شارع واحد جامعة واحدة كيف يكون السؤال أنحن في جامعة واحدة أنحن في جامعة واحدة بيت واحد أنحن بيت واحد أنحن في بيت واحد هناك مذكر ومؤنث افهموا بيت واحد أنحن في بيت واحد إمارة واحدة إمارة واحدة ماذا يكون السؤال أنحن في إمارة واحدة أنحن في إمارة واحدة قطار واحد قطار ما معنى القطار ما هو القطار قطار الذي مكتوب قطار ما هو القطار أنتم ما تعرفون القطار كل يوم تنظرون إلى القطار ما أظن أحد منكم لا ينظر القطار ترين القطار قطار واحد ماذا يكون السؤال أنحن في قطار واحد أنحن في قطار واحد طيب انتهى هذا الدرس ونكتفي بهذا القدر ونبدأ إن شاء الله العزيز غدا الدرس الجديد جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك